النهاردة علشان أحكي لكم على مؤسسة الحسن. بس عشان أحكي لكم على المؤسسة دي هي هرجع سنتين لورا. بالضبط يوم الجمعة 1 جولاي لما جالي مكالمة تليفون من واحد ربنا يكرمه عشان أنا مش عارفة اسمه، قال لي حضرتك مامة الحسن، الحسن عمل حادثة وإحنا عايزينك تكوني موجودة. فروحت سألاه وقلت له بص، هو الحسن عايش ولا مات؟ لأن هو لو عايش أنا هتصرف بطريقة، ولو هو مات أنا هتصرف بطريقة تانية خالص. الحمد لله الحسن عايش. اللي حصل إن أنا نزلت عمالة بجري في الشارع، وكل اللي نازل عليا إن أنا بقوله اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. المهم اللي أنا عايز أقوله لكم، أنا مش جاية خالص النهاردة عشان أنكد عليكم ولا نقعد نشتكي والكلام ده كله خالص، أنا جاية عشان حاجة تانية. أنا جاية عشان أحكي لكم على الخير اللي حصل لينا كلنا كأسرة، أنا والحسن وزينة، من بعد حادثة الحسن. كمية الخير أنتم مش هتتخيلوه من ساعة الحادثة ما حصلت، وكمية الناس اللي حوالينا حاجة مش طبيعية. صحاب الحسن لمدة 3 أشهر لغوا السمر كلاسز بتاعتهم ولغوا السفريات بتاعتهم، وبيتين معانا ليل ونهار في المستشفى، لدرجة إن أنا كنت بصحى الصبح وعدي فوقيهم علشان خاطر أعرف أطلع برا باب الأوضة. وكمية الصحاب اللي من الجامعة ومن المدرسة اللي ما كنتش أعرف عنهم حاجة لمدة 20 سنة، كلهم لقيتهم حواليا مرة واحدة، معرفش جم منين، ومكالمات من ألمانيا ومن الإمارات ومن أمريكا. كمية الخير حاجة مش طبيعية. والشيوخ اللي كانت بتجيلنا من المسجد علشان تعمل رؤية شرعية للحسن، والناس اللي كانت بتجيلنا من الكنيسة ويسألوني لو يقدروا يصلوا له، ومية زمزم من ناس ما عرفهاش، ومكالمات من ناس ما عرفهاش، وزيارات من ناس ما عرفهاش. اللي يقول لي ان البلد دي هي ما فيهاش خير، لا معلش، I'm very sorry، البلد دي فيها كمية خير رهيبة. وانا مش بقول لكم كده هوت ان انا جاية بقول شعارات، انا عشت الحكاية دي هيت ولسه عايشاها لغاية النهاردة، وبفضل ناس كتير جدا هنا انا عليا دين في رقبتي ليهم. انا واقفة على الستيج ده النهاردة، انا متشكرة ليهم، ومش عارفة يعني، انا بجد بشكر ناس منهم، في منهم ناس موجودة هنا النهاردة، وانا بقول لهم ان انا عمري ما هقدر اسدد الدين. سافرنا ألمانيا بعد ما لمينا فلوس، ما كانش عندي كاش، كانوا بيجوا يدوني أظرف فيها فلوس مش 100 جنيه ومش 500 جنيه، وكل واحد عارف هو عمل معايا إيه. وسافرنا ألمانيا وقعدنا 3 أشهر أو 4 أشهر في ألمانيا، كان أول مرة أخش مستشفى في ألمانيا، ربنا يعافي الجميع وما يخليش حد يعدي بحاجة كده. قعدنا 3 أو 4 أشهر في مركز تأهيل، حاجة بقى يعني احترام للإنسانية واحترام للآدمية واحترام للبني آدم مهما كان لونه وسنه ودينه وجنسه، حاجة فوق الخيال. كان اتعمل للحسن تأهيل رياضي، بقى بيعرف يلعب باسكت، بقى بيعرف يعوم، اتعمل له تأهيل نفسي، اتعمل له تأهيل جسماني، بقى بيعرف يسوق، اتعمل له تأهيل حتى ان هو لما يعوز يتجوز يعمل ايه. الناس دي مفكرة في كل حاجة، مفكرة لدرجة ان هم عندهم سبيرم بانك عشان لو لا قدر الله حصل اي مشكلة لسه يقدر يخلف. عندهم ناس، انا قعدت مع واحد راجل بيقبض قد كده باليورو، اخد الرسمة بتاعت البيت
علشان خاطر نعمل البيت اكسسبل. شوفوا بيفكروا في كل حاجة ازاي. الكرسي طبعا الكراسي اللي بتتباع دي هي عندنا هنا حاجة يعني مهزلة ومأساة، بس انا ما كنتش اعرف كده. يا جماعة الكراسي المتحركة للي فيكم ما يعرفش، لان انا نفسي ما كنتش اعرف، ليها مقاسات كأنك بتروح لترزي على حسب الإصابة وعلى حسب طولك وعلى حسب سنك وعلى حسب وزنك وعلى حسب انت بتشتغل ايه وفين. المهم رجعنا من ألمانيا وكل تفكيري في ابني زي اي ام. طب ده هيعمل ايه دلوقتي؟ هيتعامل مع المجتمع ازاي؟ هيتجوز ازاي؟ هيدرس ازاي؟ هيمشي ازاي في الشوارع؟ كل تفكيري في ابني، وانا عماله بفكر فيه وبحاول ان انا الاقي اي نوع من انواع المعلومات اللي مش موجوده. لقيت كميه مكالمات بتجيلي من ناس ما اعرفهاش وبيقولوا لي انا ابني عمل حادثه ومش عارف اعمل ايه، انا بنتي عملت حادثه ومش عارف اعمل ايه، انا اختي عملت حادثه ومش عارف اعمل ايه. انا كنت فاكره ان ابني لوحده اللي عمل حادثه، اكتشفت بعد ما رجعت ان في كميه ناس بتعمل حوادث بتتسبب في سباينال كورد انجري كتير جدا. وانا عايزه اقول لكم معلومه معرفش لو تعرفوها برضو ولا لا، ان نسبه السباينال كورد انجريز في العالم ما بين سن 19 و 30 سنة، لأن ده السن اللي غالباً الشباب المتحمس كله بيعملوا دايفينج وبيسوقوا بسرعة وبيعملوا سبورتس اكتيفيتيز وبيعملوا حاجات كتير جداً. فابتدى يجي لي المكالمات دي هيت، فلقيت نفسي بقول لنفسي إيه؟ أولاً عيب جداً إن أنا يعني ان انا ما شاركش المعلومات اللي عندي حتى لو صغيره مع ناس تانية، حتى على الاقل عشان اسدد جزء من الدين اللي عليا. وابتدى الفكر بتاعي يختلف شويه، بدل ما كنت بفكر في ابني قلت طب ما انا هشار المعلومه، انا هخسر ايه؟ على فكره لو انتوا فاكرين ان دي بطوله، بصوا معلش انا ست دغري شويه، احنا سنة 2013، عيب قوي ان انا واقفة على مسرح هنا النهاردة وبطلب ان يبقى في رصيف محترم وان يبقى ابني يلعب رياضة وان ناس كتير جدا تعيش عيشة ادمية وتشتغل، بدل ما احنا في الشركات 5% اللي المفروض ان هي مفعلة بتتعمل على الورق بس، وندي الناس 100 جنيه كده اهوت عشان خاطر بس يبقوا مقيدين في الشركه. معلش انا يعني ما بعرفش الف وادور. ف انا لو هتكلم على البطوله بجد، فانا هتكلم على بطوله ناس موجودين معانا هنا دلوقتي كلهم. ربنا سبحانه وتعالى يمكن اداهم ابتلاء معين، وربنا سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، فما دام هو اللي اداهم الابتلاء ده هوت، فهو عارف ان هم يقدروا على الابتلاء ده. لكن انا هتكلم على حاجه تانية خالص، انا هتكلم على ابتلاء تاني وهو ابتلاء مجتمعي. احنا كلنا بنفكر في الحد اللي على كرسي متحرك ده حاجه من الاثنين، يا اما راجل او ست كبيره في السن زي ما بيطلع في التلفزيون ويبقى ده بركه البيت، يا اما حد بيبيع كلينكس في الشارع. لا معلش، انا عايزه كل واحد فيكم يحاول كده هو زي ما حصل معايا ان هو ينزل ويتكلم مع اي حد من الشباب اللي موجودين دولت، ناس واخدين دكتوراه وناس وعاملين ماسترز ودكاتره سنان ودكاتره سمعيات وطلبه في الجامعه، ويعني ناس مش بس بتحارب التشالنج بتاعهم الجسماني، ولكن بتحارب كمان تشالنج مجتمعي. فيعني انا لو سمحتوا
يعني أنا مش موضوع أن أنا بقول لكم تسقفوا للناس دي ولا حاجة، بس مجرد أنكم حاولوا تفكروا فيهم بطريقة تانية. أنا مش جاي أقول خطب على فكرة، لأن الناس دي موجودة هنا النهاردة وهي الدليل، مش أنا، أنا مجرد همزة وسط. المهم اللي حصل إن لما المكالمات دي هي جات لي ابتديت أفكر كده وأقول إيه، طب ما نعمل جمعية أو نعمل مؤسسة، مش عارفة نعمل فيها إيه، بس هو ده اللي فكرت فيه. فرحت مكلمة حبايبي تاني وصحابي تاني وقلت لهم بقول لكم إيه، أنا عايزة أعمل مؤسسة، مش عارفة لسه هعمل فيها إيه، بس هي مؤسسة هتبقى متخصصة في السباينال كورد إنجري، والتفاصيل بتاعتها كلها أنا يمكن حاولها لكم بعد شوية، بس حد عنده استعداد إن هو يخش معايا فيها؟ ولقيت ما شاء الله ناس جميلة بيقولوا لي طبعاً إحنا جاهزين، وطبعاً إحنا معاكي، وطب يا جماعة عايزين تعرفوا حاجة، أصل أنتوا لو عايزوا تعرفوا حاجة أنا نفسي معرفش لغاية دلوقتي. المؤسسة دي هي ربنا يسر لنا ناس وأشهرت أوفيشلي في فبراير 2013، يعني تقريباً من 7 أشهر. المؤسسة دي بتقوم على محورين، واحد فيهم الناس المتعلمة الناجحة المثقفة المستخدمي كراسي متحركة، والناس دي هم اللي حيبقوا الريبريزنترز للمؤسسة والريبريزنترز للخير والريبريزنترز ان هم يقولوا احنا قادرين باختلاف. الناس دي عندها قدرة، لكن يمكن قدرة مختلفة. هو انتوا حد فيكم هنا ما عندوش مشكلة؟ كلنا عندنا مشاكل، لكن يمكن هم المشكلة بتاعتهم ظاهرة عشان هم قاعدين على كرسي، لكن كل واحد فينا عنده مشكلة، يا إما ظاهرة يا إما مش ظاهرة، وربنا يشفي إن شاء الله أمراض القلوب والأجساد يا رب. ده أول جزء من التركيز فيه في المؤسسة. الجزء الثاني إن إحنا عايزين نساعد الناس اللي يمكن عندها مقدرة مالية أقل ومقدرة اجتماعية أقل، وناس مصدقة إن هم مش ليه؟ لأن المجتمع كله بيقول لهم إن هم ما يقدروش، كلنا including أنا ما كنتش أعرف إن هم يقدروا، لكن لما قابلتهم كل مرة قابل حد أحس إن أنا صغيرة جدا وأقول إيه، أنا ما فيش حد هقابله تاني هيكون جامد زي الحد ده، مش ممكن خلاص. وبعد كده قابل كمان حد ألاقي برضو يعني أرجع أقول إيه ده يعني المفروض إن أنا أتكسف جداً. وقابل ناس تانية في ظروف تانية، هم موجودين دلوقتي في دار تأهيل وربنا يمكن مش ميسر لهم وسائل كتير، وأقول أنا عمري ما هقابل كيس أوحش من الكيس دي هيت، ومش هقابل حاجة دراماتيك كده واجي بعد كده أقابل حاجة تانية. فأنا معتمدة على الله، ثم على يعني الشركات المالتي ناشنال واللي بيستخدموا كراسي متحركة، وعلى كل واحد فينا، لأن يوم ما كل واحد فينا يصدق إن الناس دي تقدر تعمل حاجة، ما ينفعش ان احنا نصحى كل يوم الصبح، احنا لو عندنا حد عادي خالص ونيجي كل يوم الصبح نقول له انت ما تقدرش انت ما تقدرش انت ما تقدرش، هو نفسه هيصدق ان هو ما يقدرش، طبيعي يعني. المهم انا مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، انا عايزه اقول لكم ان انا سعيده جدا 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 ان انا واقفه هنا النهارده. طبعا كلكم هتقولوا ايه الست المجنونه دي هيت ابنها على كرسي متحرك وواقفة هنا النهاردة وبتقول لكم إن هي سعيدة. لا، أنا فعلا سعيدة، لأن أول حاجة أنا مش هكون أرحم على ابني من ربنا سبحانه وتعالى، فأنا سايبة دي لربنا، هو هيعمل اللي يعمله لابني ولغيره.
لكن أنا سعيدة علشان يمكن ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا الموضوع ده هوت عشان نبقى سبب تغيير في البلد دي. وأنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إحنا هنبقى سبب تغيير في البلد دي هي، ومش البلد دي بس، لأ كمان في الميدل إيست. شجعوني شوية. والحاجة التانية اللي أنا عايزة أقولها إن إحنا كلنا عندنا كمية نعم أنا نفسي ما كنتش حاسة بيها. أنا دلوقتي لما باجي أطلع سلمة بقول إيه ده يا رب، الحمد لله الحمد لله إن أنا أقدر أطلع السلمة دي هيت. أنتوا إحنا بنعمل كلنا حاجات كل يوم واخدينها for granted، عادي عادي إن أنا أخش الحمام، وعادي إن أنا أطلع سلم، وعادي إن أنا الحاجات البسيطة جدا ألبس وأقلع. لا على فكرة مش كل الناس عندها النعم دي هيت. فإحنا عايزين نفكر بعض كلنا إن إحنا لازم نكون بنحمد ربنا قوي على النعم اللي إحنا فيها. بصوا لو سمحتوا أنا عايزاكوا بجد زي ما أنا عملت كده هوت تروحوا تتكلموا وتسألوهم، تقولوا لهم أنتوا بتعملوا إيه، وأنتوا عايشين إزاي، وبتتصرفوا إزاي، وبتمشوا في الشارع إزاي، وبتسوقوا ازاي، وبتستخدموا مواصلات ازاي. انتوا عارفين يعني ايه يا جماعه واحد يصحى من النوم وينزل علشان خاطر يروح شغله ولا يروح امتحانه ولا يروح اي حاجه ويرجع تاني علشان ما لقاش حد يشيله علشان يروح شغله؟ ايه المهانه دي بجد؟ ايه المهانه اللي احنا فيها دي؟ المهم يعني أنا مش هطول عليكم أكتر من كده. أنا في أغنية كل ما بسمعها بتديني أمل، فأنا هسمعها معاكم. معلش حتى لو صوتي وحش هتستحملوني، بس اسمعوا الأغنية دي معايا. انتوا ناويين تغنوا معايا ولا ناويين تفضلوا قاعدين تتفرجوا عليا؟ اصل انا هغني بصراحه. علي صوتك بالغنى لسه الاغاني ممكنه. ياما في عمرنا علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه تنكسر لازم تقوم واقف كمان. النخل باصص للسما ولا انهزام ولا انكسار ولا انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا حلم نابت في الخلا في الخلا. علي صوتك علي بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة. أنا بصراحة عايز أرقص. بنوتك وسط الدموع تهز قلبي للفرح اللي انجرح في نويتك في
ودك وسط الجموع تهز قلب للفرح تداوي جرح اللي انجرح ترقص غصب عني أرقص غصب عني أرقص غصب عني غصب عني أرقص ينشف حلمك في حلمي غصب عني أرقص غصب عني غصب عني أرقص ولا انهزام ولا انكسار